يقولون دوماً إن مسيرة الأميال تبدأ بخطوة، بخطوات محدودة، ثم تمضي المسيرة. ومن بعد ذلك فهم أن كل مسيرات التنمية التي خاضتها الأمم والدول والشعوب إنما سارت في مسارات سلمية تدريجية، خطوة تتلو خطوة، تسلم خطوة أخرى، حتى تتحقق الأهداف المرجوة من كل مسيرات التنمية، الوصول إلى معدلات رفاه معيشي واجتماعي للشعوب. وهكذا على ما يبدو تسير المسيرة المصرية، مبادرات تسلم مبادرات، تتلو مبادرات، يتم مع ذلك السير بالتوازي في مشروعات مختلفة، مشروعات البنى التحتية، الاستثمارات في مجالات الطاقة، محاولة الوصول إلى معدلات نمو حقيقية، النمو الاحتوائي كما يقوله الاقتصاديون دوما، بحيث يشعر كل مواطن بأن التنمية أصابته في كل مسارات حياته وأهدافها على الأقل وفق المرجو من هذه المشروعات. مصر وعلى مدار السنوات الماضية سارت في هذا المسار برغم كل ما اعترضها من بيئة اقتصاد عالمي كانت حرجة، كانت هشة في بعض الأوقات، اضطربت معها أسواق الاقتصادات العالمية المختلفة، لكنها وبشهادات مختلفة ظلت تسير بخطى وثابة في هذه المسيرة، المسيرة التي تستهدف الوصول إلى معدلات عيش كريم باعتبارها هي الغاية الحقيقية من وراء كل جهد حكومي أو رسمي ينفذ. ما علاقة كل هذا بما نحن إزاءه الآن؟ نحن اليوم في ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة التي هي وبالمناسبة تشكل واحدة من بين المسارات التي التجأت إليها مصر على مدار سنواتها الماضية في بوابة الجمهورية الجديدة باعتبار أن هذا كان هدفا حقيقيا منشودا على مدار السنوات الماضية. اليوم نحن في ساحة الشعب هنا في العاصمة الإدارية الجديدة لنكون حاضرين لتدشين هذه المبادرة، مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وهي مبادرة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية للتنمية البشرية. وبمناسبة هذه المبادرة فإنها لا تستهدف مسارا واحدا أو بضع مسارات، وإنما تقريبا تذهب لكل ما من شأنه أن يحقق تنمية بشرية حقيقية ومستدامة في كل المسارات التي يريدها المواطن، مسارات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، زيادة معدلات الضمان الاجتماعي لفئات مختلفة من كل محافظات الجمهورية. وبالتالي فإن قطاعات واسعة داخل المجتمع المصري على مستوى العمل الحكومي، على مستوى العمل التنفيذي، وبطبيعة الحال مع الشركاء الدائمين في مثل نحن الآن أمام جانب من اصطفاف هذه المركبات والسيارات التي ستشكل جزءا من أنشطة هذه المبادرة. هذه المركبات والسيارات التابعة لوزارات وهيئات مختلفة، سيارات الإسعاف ستكون حاضرة ضمن هذا الاصطفاف، سيارات التي تقدم خدمات الرعاية المتكاملة ستكون حاضرة، حتى سيارات الرعاية المركزة المتنقلة ستكون أيضا حاضرة ضمن الاصطفاف في هذه الساحة، ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة التي سيطلق فيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إشارة البدء الفعلي لإطلاق هذه المبادرة الرئاسية، مبادرة بداية. جانب من هذه السيارات بالمناسبة، لأننا وكما أشرنا ستكون هذه المبادرة قائمة على تغطية كل القطاعات في كل المحافظات المصرية المختلفة، سواء ما كان منها مرتبط بخدمات الرعاية الصحية كما أشرنا باعتبار قطاع الصحة واحدا أساسيا من بين هذه القطاعات المغطاة ضمن هذه المبادرة، خدمات التوثيق التي تتيحها وزارة العدل من خلال سياراتها المتنقلة لكبار السن وللعجائز، وهذه شريحة بعينها من بين الشرائح المستفيدة من هذه المبادرة طبقا لفلسفة صانعيها، كبار السن والعجائز لهم نصيب كبير من هذه الاستفادات ضمن هذه المبادرة، الصغار من عمر يوم وحتى 6 سنوات فيما يخص تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بالحد من معدل الوفيات في هذه المرحلة، وبالتوازي مع ذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسيدات من الحوامل أو أولئك اللائي وضعنا حملهن، مع الشرائح العمرية المختلفة الأخرى التي سيتم التعامل معها على مستوى الخدمات التعليمية، على مستوى النظر في إعادة تقييم بعض المناهج التي تحتاج إلى إعادة نظر تبعا لاحتياجات سوق العمل، وسوق العمل هذا بذاته أيضا سيكون جانبا من الجوانب المغطاة من خلال تقديم خدمات التوظيف المتكاملة التي تأتي بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي وكما جرت الإشارة سيكون شريكا أساسيا كما كان شريكا أساسيا في كل المبادرات التنموية التي جرت على مدار عقد ونيف فيما مضى من عمر الجمهورية
الجديدة. هذا الجهد الذي يقدم كنا قد أشرنا إلى أنه سيقدم في محافظات الجمهورية المختلفة، سيكون حاضرا بالشراكة الممتدة بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية. وزارة الصحة حاضرة، التربية والتعليم ستكون كذلك حاضرة، التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الثقافة، والثقافة أيضا سيكون لها نصيب واسع في هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسات ثقافية مختلفة. هذه المبادرة التي حظيت بمباركة واستحسان وازنين من مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، كيف لا، وفي كل الشرائع السماوية كان الإنسان هو الذي استخلف في عمارة هذه الأرض وهو الذي ائتمن على عمارة الأرض، وبالتالي الاستثمار في رأس المال البشري كما تقوله كل التقديرات الأممية المعنية بالمكون البشري وبالتنمية البشرية. والإشارة هنا أيضا ستكون مهمة لتلك الرسالة التي أطلقها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم جبريسيوس بهذا الجهد الكبير الذي يقدم في هذه المبادرة، هو ذاته الذي قدم أيضا إشادة واسعة للإدارة المصرية في مبادرة 100 مليون صحة، تحويل مصر من واحدة من بين أعلى الدول تسجيلا للإصابة بالفيروسات الكبدية إلى واحدة من بين أقل الدول تسجيلا لهذه الإصابات، يقدم إشادة أيضا لهذه المبادرة والجهد الذي يقدم فيها. هذا أيضا إضافة إلى ما كان عليه الحال في عام 2021 بتقرير الأمم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة المصرية للتنمية البشرية، وفيه كانت الإشارات واسعة وواسعة للغاية لما أنجز على مدار 10 سنوات كاملة من 2011 وحتى 2021، وبالتالي فإن هذا الجهد الذي يقدم في مضمار التنمية البشرية من خلال هذه المبادرة لا يشكل عملا منفردا مطلقا، وإنما ضمن مسار تكاملي أرادته مصر بمؤسساتها على مدار هذه السنوات وصولا إلى هذه المبادرة. اللافت إذن في هذه المبادرة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وهي مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، اللافت فيها هو مستوى المعقولية والمقبولية الذي لا يجعلها فقط مبادرة فعالة وناجعة ومؤثرة في مجال التنمية البشرية ورفع جودة الحياة التي يعيشها المواطن المصري، بقدر ما هي كذلك تبدو مؤثرة فيما يخص مقبولية تطبيقها ومعقوليتها. وهذا يشكل امتدادا لسلسلة المبادرات التي جرى تطبيقها وإطلاقها من جانب رئيس الجمهورية على مدار السنوات القليلة الماضية، بالقدر الذي جرى فيه إدراج الجانب الأكبر من هذه المبادرات ضمن منصة الأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية المستدامة. هذه المبادرة تغطي مجالات مختلفة، تغطي مجال التعليم، تغطي مجال الصحة في أكثر من جانب، تغطي مجال الثقافة، تغطي مجالات مختلفة، بالقدر الذي كان فيه في مطلع هذا الشهر في شهر سبتمبر كانت التوجيهات الرئاسية لرئيس الوزراء ووزراء مجموعة التنمية البشرية بضرورة المضي قدما في خطوات تخص كل وزارة على حدة. كان على إثر ذلك ضم 8.5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة مع عدد من المشمولين في العمالة غير المنتظمة وعمال المياومة العاملين في مجال التشييد والبناء ضمن المستفيدين في قطاع التأمين الصحي الشامل. وهذه كانت أيضا إشارة لافتة للغاية فيما يخص فعالية تطبيق مثل هذه المبادرات ضمن الإطار الصحي. كان هناك الحديث المستمر عن ضم ما يزيد على 270 ألف أسرة ضمن المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، كأيضا ترجمة لإشارة رئيس الجمهورية بإطلاق هذه المبادرة. كان الحديث عن ضرورة التوسع في بناء مؤسسات الصحة النفسية باعتبارها أيضا تشكل واحدة من بين ما يمكن أن يستفيد منه المواطن في هذه المرحلة ضمن خطوات الاستفادة في مضمار التنمية البشرية لعموم المواطنين المصريين في هذا المجال. كان هناك الحديث المستمر عن إصدار التيسيرات الخاصة بإنشاء دور الحضانة في المحافظات المصرية المختلفة، ونحن في هذا الإطار أيضا نشير إلى أن الأمر ليس له علاقة مباشرة فقط بالتنسيق المستمر بين الجهات والمؤسسات الرسمية الحكومية والتنفيذية، وإنما سيكون العمل مستمرا على مستوى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وبين منظمات المجتمع الأهلي التي تشكل شريكا أساسيا لنجاح وإنجاح هذه المبادرات وغيرها من المبادرات المختلفة التي كان المجتمع المدني والقطاع الخاص شريكا أساسيا في إنجاح كل تلك المبادرات، التي لا يزال الجانب الأكبر من هذه المبادرات مستمرا حتى هذه اللحظة جنبا إلى جنب بين مؤسسات المجتمع المدني، منظمات العمل الأهلي والمؤسسات الحكومية، كل هذا تحت مظلة واحدة، وهو الذي ربما يضمن مسارا أكثر فاعلية لإنجاح هذه المبادرات والوصول إلى الغايات المرجوة منها مباشرة عبر تحقيق جودة في حياة الإنسان. نحن نتحدث عن هذه المبادرات التي تشترك فيها كل تلك الأطراف، تتعامل معها كل هذه الجهات مباشرة منذ لحظة الإطلاق. هذه المبادرة التي لا تبدو منفصلة عن سلسلة المبادرات التي جرى إطلاقها مستهدفة رفع جودة الحياة المعيشية التي
التي تشكل والحال كذلك هدفا اساسيا من بين الاهداف المرجوه المتضمنه ضمن رؤيه مصر خطتها للتنميه المستدامه مصر 2030. وبالتالي فمن بين اهم ما يمكن ان يشار اليه في هذا الاطار هو مستوى التكامل بين المبادرات بعضها وبعض، بين المبادرات والمسارات التنمويه التي جرى تدشينها على مدار السنوات القليله الماضيه. الامر له علاقه مباشره بتعهد مباشر من رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يستمر العمل جنبا الى جنب مع البناء الكبير الذي تعيشه مصر على مدار العقد المنقضي. إلى جانب ذلك وبالتوازي معه هو العمل المباشر لبناء الإنسان، الاستثمار في المكون البشري، الاستثمار في رأس المال البشري. السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم جميعا في عاصمة جمهوريتنا الجديدة التي بنيت بسواعد الإنسان المصرية، مثلها كمثل كل ما أحدثته الجمهورية الجديدة من تغيير ومن ساحة الشعب، حاضنة المستقبل وأيقونة الإنسان، الإنسان المصري الذي دوماً ما كان متفرداً بأصالته، شخصيته وسط الخلائق، وقدرته على تحقيق المستحيل بكل جهد وإصرار وبطرق مبتكرة، وقف أمامها العالم متأملاً. وعلى مدار التاريخ رسمنا على جدراننا الإنسان وتناولنا حكايات عن هؤلاء الذين غيروا تاريخ هذه البلاد، ونفخر الآن برموز يعرفها العالم أجمع، دلائل لا حصر لها أن الإنسان المصري يبدع إذا توافرت له الفرص. ومن هنا جاءت البداية، بداية رحلة تنمية الإنسان المصري ليخرج للنور المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان، المشروع الذي نتشرف جميعاً برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مهده لتحقيق أهدافه في أبهى صورة. يا
حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نهارنا فل يا حلو سطح يا حلو طل. إن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. صباح الخير. المصريين ليهم تاريخ طويل قوي مع كلمة بداية، يعني هم بداية حضارة وادي النيل، هم بداية الكتابة والعلم والهندسة والفن. حتى لما عدت عليهم أوقات صعبة في تاريخهم كانوا هم مفتاح بداية لتاريخ أجمل. عشر سنين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى مسؤول عن البلد دي في وقت صعب كانت فيه كل الجبهات مفتوحه، جماعات ارهابيه، مشاكل امنيه، مطالب في هويه، ده كله والبلد في ازمه وكل خطط الانتاج والتنميه مقفله. قفلت الصراحه لا. لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمه تاريخيه حين تجاوزنا الياس والاحباط واسترددنا مصرنا العزيزة. ما كانش غريب على قيادة سياسية لدولة بحجم مصر إنها تعلن التحدي وتخطط لبكرة علشان تخرج من أزمتها. عفوا وتحدد كل الظروف وقدرت تخلي البلد دي تقف من تاني على رجليها. بس برغم كل الإنجاز اللي حصل لتنمية مصر إلا إن في سؤال كان دايماً بيتردد، هو فين الإنسان من كل ده؟ الإجابة سهلة، كل اللي حصل ده معمول أساساً علشان الإنسان اللي علشان يحصل له تنمية صح وحقيقية كان محتاج مدارس وجامعات أكتر وأفضل علشان يتعلم فيها، محتاج مستشفيات أكتر وأفضل علشان يتعالج فيها، ومحتاج طرق وبنية تحتية تساعده إن هو يتحرك ويوصل أسرع، كان محتاج مدن جديدة تساعده إن هو يتوسع في فرص وأماكن في كل حتة في مصر. بص على كل حاجة حواليك هتلاقي كان الإنسان هدفها من الأول. كلمة بداية دي فيها حاجات كتير. كلمة بداية عايزين حياة حلوة، ما دي كلمة البداية. يبقى في رقي لكل واحد وفي راحة. بداية أي مشوار أو أي حلم. البداية من على أيام الجدود وإحنا في الزراعة. كلها خير. بداية بالنسبة لأول مشوار. بداية إنك تمشي في طريق صح، بداية إنك تبقى ليك حلم. لا نجحت فيه، لا ما نجحتش. معلش انا طولت عليكم، كان لازم نقول كل اللي فات علشان نفتكر، بس
خلينا نرجع للبداية. مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية هي تتويج لجهود الدولة المصرية في ملف التنمية البشرية. هدفها ان هي تخلق فرص جديدة للإنسان المصري من خلال برامج تنموية بيتم تنفيذها بتكاتف كل جهود الحكومة المصرية. المبادرة هدفها الإنسان المصري ايا كان عمره، ايا كان دينه، ايا كان موقعه على ارض مصر. يا رب نشوف حاجه كويسه وحاجه جميله كده تفرح الشباب. المبادره ممكن تفيد الشباب بحاجات كتير. في حد ان هو ايه يعني احط ايده في ايدي ان انا اقدر اعمل الحاجه اللي انا مش قادر اعملها. التنميه البشريه يعني بهيئ ناس كتير لسوق عمل. كل واحد بدايته من نفسه. المبادره هتشتغل بتكامل معظم وزارات الحكومه المصريه. وهتنزل على الارض علشان تساعد المواطن المصري ان هو يستعد لبكره افضل. وكمان هتستهدف كل الفئات العمرية من أول الولادة لحد بعد 65 سنة. هتشتغل على تحسين جودة حياة المواطنين، وده من خلال برامج متكاملة هتطور التعليم والمناهج الدراسية، هتحسن الصحة، هتشجع الأنشطة الرياضية والثقافية، هتعمل دورات تدريبية للشباب علشان تساعدهم إن هم يستعدوا لسوق العمل، وكمان هتضمن توزيع عادل وفعال للموارد والخدمات. فوق كل ده إيه بقى؟ هتدعم الهوية المصرية وكمان تحافظ على القيم والأخلاق. يسر الأزهر الشريف أن يرحب بالمبادرة الكريمة التي أطلقت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية. كما يسر الأزهر الشريف أن يعلن عن مشاركته في هذه المبادرة المهمة من خلال قطاعاته المختلفة وإداراته المنتشرة على مستوى الجمهورية. هذه المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل يحوي كل المجالات: الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، فرص العمل المتنوعة. هذه المبادرة موجهة إلى الأطفال من خلال برامج متنوعة لهم، وأيضا موجهة إلى كبار السن المتقدمين في مراحل مختلفة، الشباب والرجال والنساء، بحيث تشمل كل أطياف المجتمع المصري. المبادرة دي بقى مش هتنجح غير بينا كلنا، لازم كلنا نشارك مشاركة إيجابية علشان نساعد إن هي تنجح. لازم كلنا نشتغل مع بعض، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأزهر، الكنيسة، الشعب، علشان بكرة يبقى أحلى. التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار إيماناً بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية. بداية، مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية. بأيدينا جميعاً تكتمل الأمال ونرى الأحلام حقيقة أمام أعيننا. وبمشروع المبادرة يذهب اهتمام الدولة المصرية بالإنسان إلى منحى جديد تنظر فيه الدولة إلى الإنسان المصري البسيط، ترى متطلباته فتحققها فتكتمل دائرة البناء. والآن مع كلمة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، السادة السفراء، السادة رموز الصحافة والإعلام، وجميع شركاء والداعمين لمبادرة السيد الرئيس بداية جديدة لبداء الإنسان، اسمحوا لي أن أبدأ كلماتي بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومي للتنمية البشرية ولرعايته الكريمة لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل. أتوجه إلى حضراتكم بالشكر والتحية لتعاونكم خلال الفترة الماضية في التحضير لهذه المبادرة التي نحتفل بها اليوم.
واسمحوا لي أيها السادات والسادة أن أتحدث ممثلا عن زملائي من المجموعة الوزارية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء. ويشرفني أن أحيط حضراتكم بالهدف الرئيسي للمشروع القومي للتنمية البشرية الذي نطلقهم اليوم بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية ومتابعة من سيادته، ويهدف إلى تكليف وتكثيف عمل الجهات الحكومية والجهات الشريكة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي في فترة وجيزة. ومن خلال التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة، ووفقا للمستهدفات المحددة التي تشاركت في رسم خارطة طريق المواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، لنقدم جميعا للمجتمع مواطن صحيح متعلم متمكن وقادر وواعي ومثقف وخلوق، على أن يتم ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء. كما يسعدني أن أوضح لحضراتكم أن المشروع يتضمن إطلاق 3 برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقا لاحتياجاتها، بدءا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلا عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء الكوادر للعاملين بها، وأيضا برامج للفئات العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولا لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 سنة وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع قدرات التأهيل الأفراد لسوق العمل. وغنيا عن التعريف، أن يشارك في هذه المبادرة كافة أجهزة الحكومة وكافة الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجموعة الوزارية بالتنمية البشرية. أستأذن سيادتك دولة الرئيس إلى عرض مشروع التنمية البشرية، وأيضا إلقاء الضوء على المبادرة التي نحن في صدد إطلاقها اليوم. المشروع القومي يا فندم هو الحقيقة هو الغطاء الأعلى أو التشريع الأكبر لمبادرة بداية اللي احنا بنطلقها اليوم تحت رعاية كريمة وتوجيه من السيد الرئيس. التنمية البشرية ورأس المال البشري هو رحلة الإنسان وتحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة عن طريق توسيع القدرات وتنمية المهارات وخياراته في الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتنمية المعرفة وبناء المهارات والكفاءات، مما يعزز التمكين للفرد والازدهار الجماعي، وهذا يؤدي إلى التنمية الاقتصادية. محاور ومرجعيات التي اعتمدنا عليها في مشروع القومي للتنمية البشرية أنا وزمايلي في المجموعة الوزارية كانت عن تقرير التنمية البشرية الذي صدر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سنة 21 بالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان بعد فترة توقف دامت 10 سنوات. أيضا اعتمدنا على التقرير المقدم من البرنامج الأمم المتحدة سنة 23 والبنك الدولي في الهيومن كابيتال إندكس سنة 2020. المحاور الخاصة بالتنمية البشرية بتتمحور حول 7 محاور رئيسية، وهي نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع تنمية عمرانية وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، واعتبار الشباب شركاء المستقبل وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز التكافؤ والفرص بين جميع المجالات. إذا نظرنا إلى مشروع التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، أتصور أن جناحي التنمية في الدولة المصرية بعد تكليف السيد الرئيس لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ونائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية هما جناحين يرتبطوا ببعض ارتباطا وثيق. اعتبر العالم أن التنمية البشرية هي جزء أساسي وفاعل في التنمية الاقتصادية.
الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يؤدي إلى زيادة من فرص التدريب والتعليم والفرص المهنية، ثم يؤدي إلى تعزيز مهارات الأفراد، وهؤلاء الأفراد هم من يحسنون الإنتاج، وبالتالي يتم تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. إذن التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية هما عاملان أساسيان في رفع النمو والاقتصاد القومي. من المعلوم أن الاقتصاد أغنى دول في العالم هي من استثمرت في رأس المال البشري، واعتبرت 80% من ثروات الدول الأغنى في العالم تتعلق بالاستثمار في رأس المال الإنساني. ويشجع هذا الرأس المال الاستثماري الإنساني في الابتكار والتطوير، ويعزز التنافسية. أيضا يؤدي إلى تحسين محتوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال توفير فرص عمل لكافة المواطنين، وهو ما يطلق عليه أيضا مع الاهتمام بالتعليم اقتصاد المعرفة. المعايير التي يتم العمل على تحسينها من خلال المؤشرات الدولية للتنمية البشرية ورأس المال البشري هي حياة طويلة وصحية. إذن يقاس المؤشرات بمتوسط عمر الأفراد عند الولادة، وأيضا معدلات الوفيات للصغار، ومعدلات التقزم، وعدد سنوات الدراسة، وعدد السنوات التي يحصل فيها التعليم، ومعدل الالتحاق برياض الأطفال، وأيضا التسرب من التعليم والالتحاق بالتعليم سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو التعليم الإعدادي والثانوي. أيضا المعرفة والمهارات والخبرات التي يكتسبها الطالب أثناء فترة دراسته من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الجامعية، ثم مستوى دخل الفرد في الناتج القومي المحلي الذي يتمثل بشكل كبير في فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل. لكن الحقيقة يعني موضوع التنمية البشرية ليس بجديد على مصر، وكل الوزارات بتعمل في مؤشرات التنمية البشرية، وهناك تحسن كبير في معدلات التنمية البشرية للدولة المصرية عبر المنصات الدولية التي تشير أو تقيس هذه المعدلات. ولكن يمكن ما هو حديث في الوضع الحالي وهو التنسيق الكامل بين الوزارات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع ملف التنمية البشرية أو بناء الإنسان أو رأس المال البشري، حتى نستطيع أن نعظم من الاستنتاج ونعظم من القدرات التي تعمل داخل كل وزارة. أهداف المشروع هو رفع مستوى أو مرفع مؤشر التنمية البشرية على المؤسسات الدولية عن طريق تعزيز القدرات والاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة، أيضا تقديم خدمات حكومية متطورة وشاملة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، وأيضا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع العام في ملف التنمية الشاملة المستدامة. إذا رحنا للتقسيم اللي احنا مع زمايلي الحقيقة هنشتغل عليه الفترة اللي جاية وبدأنا بالفعل، بنتكلم على قسمنا الرحلة حياة الإنسان إلى مراحل وإلى رحلة مرتبطة بمراحل عمرية مختلفة. إذا كلمنا على قبل ولادة الإنسان المصري اللي احنا بنسميها فترة ماينس ون إلى صفر، هي مسألة الاهتمام بالأم والجنين قبل الولادة، وعن طريق تقديم المشورة الأسرية وفحص المقبلين على الزواج، وأيضا الرعاية الصحية والنفسية للأم فترة الحمل وقبل الولادة، ثم عند الولادة والاهتمام بالطفل في مرحلة دقيقة جدا من عمر الطفل، وهي المرحلة من سن 1 يوم إلى سن 6 سنوات، عن طريق تنمية مهارات وتشجيع الإبداع والثقافة، وأيضا والأهم هو التوسع في وسائل رياض الأطفال والحضانات، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وأيضا مع وزارة الثقافة وكل الوزارات المعنية بمرحلة الطفولة المبكرة. إذا انتقلنا لمرحلة التعليم الأساسي من سن 6 سنوات، احنا بنعمل على نوسع قاعدة الالتحاق بالتعليم من سن 4 سنوات لحد سن 6 سنوات، ثم التعليم الأساسي عن طريق التوسع في تنفيذ التطوير الذي تم في المناهج الدراسية وتحسين مهارات الشباب في هذه المرحلة الهامة، وأيضا رفع الوعي بالثقافة وبالرياضة وحل المشاكل الصحية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية.
ننتقل إلى المرحلة العمرية بعد الانتهاء من التعليم الأساسي إلى التعليم الجامعي من سن 18 سنة إلى سن 22-23 سنة، وهي مرحلة تأهيل الإنسان إلى متطلبات واحتياجات سوق العمل، ثم الاهتمام بالكبار السن ما فوق 65 سنة. هذه هي المحاور الرئيسية. أما سريعاً الدخول في التفاصيل فيما يخص الصحة، هناك مؤشرات واضحة جداً للعمل في مجال الصحة. نعمل على زيادة معدلات العمر عند الولادة لتصل إلى 79 سنة في عام 2030، أيضاً خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع، وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وزيادة معدلات التطعيمات، وأيضاً خفض معدلات التقزم. اللي أنا بقوله ده هو معايير هامة جداً في اليو ان دي بي وفي أيضاً البنك الدولي عند تقييم مؤشرات التنمية البشرية في أي مجتمع. وبالتالي بما أن احنا عرفنا مشاكل ونقاط الضعف في التقييم، احنا بنشتغل عليها، زي ما تخفيض نسب الإصابة بالأنيميا والتقزم والسمنة، وأيضا باقي المؤشرات الصحة العامة. لو رحنا للطفولة المبكرة مع زمايلي الحقيقة، وبدأنا بالفعل في التوسع في إنشاء الحضانات سواء من خلال القطاع الخاص أو القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة التنمية المحلية ومن خلال المحافظات ووزارة أيضا التضامن الاجتماعي، توسع في رياض الأطفال حتى نصل نسب الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 25-27% وساعات 30%، مستهدفين نوصل ل 50% عن طريق التوسع في هذه المنشآت، لأنها هامة جدا في دعم النشء في هذه المرحلة المهمة في حياة الطفل. إذا رحنا للتربية والتعليم هنلاقي أن هناك بنحاول نشتغل على زيادة متوسط سنوات الدراسة. هناك تقييم لعدد سنوات الدراسة بالنسبة للطفل المصري، المفروض أن هو يلتحق ب 14 سنة دراسية، سنتين قبل التعليم الأساسي وهي رياض الأطفال، ثم 12 سنة حتى يصل إلى 14 سنة. الحقيقة معدلات الالتحاق في التعليم في مصر ساعات بتوصل ل 11 سنة أو أقل شوية، وبالتالي إحنا معنيين نزود سنوات الدراسة. أيضاً زيادة في نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، النسب عندنا حوالي 95%، ولكن ده معناه إن إحنا عندنا مئات الآلاف من الأطفال ما بيلتحقوش بالتعليم حتى الأساسي. ده بيبقى طفل لا يتعلم، وبالتالي بيصاب بأنه هو بكل الأمراض اللي احنا ممكن نبقى مش عايزينها في المجتمع بتاعنا. فاحنا معنيين مع الوزارات المعنية ومن خلال لا مركزية الأداء ولا مركزية الإدارة، من خلال زميلنا المحافظين في كل محافظات مصر، ان هم يشوفوا نسب الالتحاق برياض الاطفال ونسب الالتحاق بالتعليم الاساسي عشان ما يكونش فيه اي نوع من النسب اللي ممكن ما تلتحقش. كمان بندور على نسب الالتحاق بالاجمالي في المرحله الاعدادي والثانوي، والاهم من ده كمان نسب الالتحاق بالتعليم الفني ومنع التسريب من التسرب من التعليم، لان هناك نسبه ليست بقليله في الاعدادي والثانوي يتسرب من التعليم، وده يؤدي الى اميه وايضا يؤثر على منظومه التنميه البشريه. بنشتغل على ملفين كبار، بنشتغل على ملف محو الاميه مع ايضا وزاره التربيه والتعليم وهيئه تعليم الكبار وكل الجهات المنظمه على راسها الجامعات المصريه في هذا الملف الهام، علشان ده جزء هام جدا في مؤشرات التنميه البشريه. وايضا بنعمل على ملف القضيه السكانيه. اذا رحنا للتعليم العالي هنلاقي ان نسب الالتحاق بالتعليم العالي وصلت ل 36%، وده تحسن كبير مقارنة بالعشر سنوات الماضية نتيجة التوسع في الجامعات التي تم افتتاحها، ولكن أيضا هناك توجه ان احنا نصل الى اكثر من 43% خلال الاعوام القليله القادمه، حتى يكون هناك نسب الالتحاق في المراحل العمريه من 18 سنه ل 21 سنه في التعليم العالي بالعدد الذي يكفي ان يؤدي الى تنميه بشريه حقيقيه. ايضا زياده اعداد الخريجين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وده ملف هام جدا، يمكن زميلي الدكتور ايمن اتكلم فيه من قبل في مجلس الوزراء.
ولكن احنا عندنا ما يقرب من 70% من الخريجين في العلوم الانسانيه والاجتماعيه و30% من العلوم العلميه مثل كليات العلوم والكليات الطبيه والهندسه والعلوم التكنولوجيه. مستهدفين ايضا ان يتم زياده النسب العالميه بتصل الى حوالي 50% او 48% من يعني يكون في تعادل او معادله او تنسيق ما بين عدد الخريجين في الكليات العمليه ومع الكليات النظريه. زياده عدد الباحثين ايضا ودعم البحث العلمي والابتكار اعتمادا على اقتصاد المعرفه. ايضا التعليم العالي بتعمل مع توسع في برامج البينيه وايضا التدريب وزياده المهارات الشخصيه للطالب والمهارات الحياتيه والمهارات التي تؤدي الى استعداد لسوق العمل اثناء فتره الدراسه الجامعيه، وده مهم جدا في التنميه البشريه لربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من خلال البرامج ومن خلال التدريب والتأهيل بالمعارف والقدرات المختلفة. هناك ملف أيضا بنعمل مع وزارة العمل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي من خلال المجموعة الوزارية دولة الرئيس، هي ربط التعليم الفني من المدارس التكنولوجية في التربية والتعليم بالجامعات التكنولوجية في التعليم العالي بكل ما يتعلق بالجامعات العمالية ومراكز التدريب المهني في وزارة العمل، حتى يكون هناك ربط حقيقي ما بين مسار التعليم الفني في كافة الوزارات، وده ميزة كبيرة جدا في التنسيق مع زميلنا في المجموعة الوزارية أن هناك تنسيق كامل في ملفات مشتركة. بالنسبة لفرص العمل أيضا من خلال وزارة العمل وربط التعليم الفني من مراحله المختلفة، لكن زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج وأيضا رعاية وحماية العمالة المصرية وتنمية مهارات الشباب والتطوير المهني ومد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة. وسيادتك وسيادة الرئيس صدق لنا طبعا على مشروع هام جدا وسيادته أعلنه منذ أيام، وهي المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية مع المعنية بها وزارة التضامن الاجتماعي بضم أكثر من 8.5 مليون مواطن مصري إلى مظلة التضامن الاجتماعي أو مظلة الحماية الاجتماعية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وده صميم التنمية البشرية في الكفاءات أو القدرات الخاصة للفئات المحتاجة والأكثر احتياجا. خفض معدلات البطالة من 5.6 إلى 7.5 في عام 25-26، زيادة من فرص العمل، زيادة في الدورات التدريبية، أيضا فرص عمل داخليا وخارجيا. وفيما يخص الحماية الاجتماعية مع زميلنا من وزارة التضامن الاجتماعي، أيضا التوسع في بطاقات خدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات، وأيضا العمل على ملف التعافي من الإدمان مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا التكافل وكرامة واستفادة الشباب من برامج مودة وبرامج كثيرة الحقيقة في الحماية الاجتماعية للتمكين الاقتصادي، وأيضا تأسيس وفرش للجهات أو الجهات المجتمعية الغير قادرة. فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، أيضا هناك كثير من المؤشرات التي نعمل من خلال المجموعة الوزارية لتحقيقها في خلال هذا العام حتى يصل إلى خفض نسب الأمية وارتفاع عدد سنوات الحياة للإناث، وأيضا إدراك التمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيض معدلات البطالة بالنسبة للإناث، أيضا بالنسبة للأمومة والطفولة. في ملف الشباب والرياضة الحقيقة تعزيز ممارسات الرياضية عن طريق برامج وإحياء الرياضة المدرسية بالتعامل بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة حتى نتوسع في نسب التنفيذ للرياضيات في خاصة، وأيضا قاعدة الممارسات الرياضية في كافة الوزارات وكافة المتوسطة العمرية المختلفة. في مجال الثقافة واكتشاف المواهب ودعم المواهب ودعم معدلات القراءة ووصول اللي أنا بقوله ده الحقيقة تم تنسيق من خلال كل وزارة معنية داخل المجموعة الوزارية، ودي ملفات يا دولة رئيس
بنشتغل عليها سواء بشكل متقاطع إذا كان في ملفات بتشترك فيها أكتر من وزارة، أو الوزارات حطت لنفسها برامج ومؤشرات أداء حتى تستطيع أنها تقدر أنها تلتزم بها في فترة زمنية معينة، وهيكون هناك يعني تقرير يرفع لسيادتك بشكل دوري ويرفع لسيادة الرئيس بشكل دوري حتى نستطيع أن احنا نقدر نتابع مؤشرات الأداء في البرامج الزمنية المختلفة. في مجال وزارة الأوقاف والبناء الإخلاقي ومجاوبة التطرف والتراجع في القيم والأخلاق ومواجهة الممارسات الغير مصرية اللي احنا ما شفناهاش الحقيقة منذ زمن طويل، وإحكام السيطرة على بناء الوعي الديني، هناك ملف كبير وزارة الأوقاف مع الأزهر والكنيسة معنية فيها في هذا الملف الحيوي. أخيرا الملف القضية السكانية، وهي هي والقضية المحو الأمية قضايا محورية في ملف التنمية البشرية. نعمل من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال أيضا المجلس الأعلى للسكان برئاسة سيادتك على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية حتى نصل إلى معدل الإحلال لـ 2.1 في خلال الثلاث أو أربع سنوات القادمة. إحنا النهاردة في تحسن كبير في معدلات الإنجاب ومعدلات الخصوبة الكلية، نزلنا لأول مرة في آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.8، لكن الخبر السعيد اللي إن شاء الله هيعلنه الجهاز قريباً إن إحنا وصلنا لـ 2.5 وكسور، وده لأول مرة في التاريخ إن إحنا ننزل بمعدلات الإخصاب ومعدلات الإنجاب لهذا الرقم، ومستهدفين إن شاء الله إن إحنا في السنوات القليلة القادمة نصل إلى المعدل العالمي للإحلال وهو 2.1 عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية. بستأذن سيادتك فندم ان احنا فيما يخص المشروع القومي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وهو بداية، هو عبارة عن تنسيق في كافة المحافظات وفي كافة الوزارات المعنية علشان يبقى فيه تغطية لمدة 100 يوم لتكثيف الخدمات الحكومية المقدمة لمواطنينا عبر كافة الوزارات المعنية. امام حضرتك الاصطفاف اللي هيطلق اليوم بعد إشارة البدء من سيادتك عشان نقدر نحن ننزل في كل محافظات مصر، بل في كل قرى ونجوع محافظات مصر، نقدم خدمات لها علاقة مباشرة بالتنمية البشرية، ويكون مبادرة بداية هي تقديم للدولة المصرية لملف التنمية البشرية. واشترك في هذا المجال أكثر من 29 وزارة و29 هيئة معنية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين حتى نصل إلى هذا اليوم الذي يطلق من خلاله. ومتابعة هذا البرنامج سوف يكون متابعة مميكنة داخل كافة المحافظات، وتم التنسيق الحقيقة مع زميلتي معالي وزيرة التنمية المحلية ومع كافة زميلنا من المحافظين علشان يبقى فيه تكثيف ويبقى فيه متابعة يومية لكل المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عليها في التنمية البشرية بشكل عام، وفي من خلال أيضا مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. بشكر حضراتكم على حسن تواجدكم معنا، وأتمنى إن شاء الله لهذه المبادرة النجاح وللمشروع القومي. وبشكر زمايلي الحقيقة اللي لهم الفضل الكبير في كل اللي أنا كتبته ده وقلته. أنا كل اللي عملته إن أنا كنت بتكلم بالنيابة عنهم، وأشكر دولة الرئيس على تشريفه لنا النهاردة. شكرا جزيلا. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بناء الإنسان ومسار جديد للمواطن المصري، بتعاون مع كل مؤسسات الدولة، كافة أجهزة الحكومة والوزارات المعنية، لنقدم سويا للمجتمع مواطن مصري سوي قوي وعلى وعي كبير. الحقيقة إنه كما تابعنا ملفات عديدة يعني تكون محور اهتمام الدولة المصرية خلال الفترة القادمة لاكتمال مبادرة بداية. طالما كان الفن جزء أصيل من تعبير الإنسان المصري عن قضاياه بهجته وبنائه، اشترك الفن المصري أيضا في التعبير عن نجاحاتنا. تبدأ طريق وتقول كفاية، خلاص تعبت
ودي النهاية. اسمح لأقول لك إن أنت تقدر كل الحكاية، محتاج بداية. الصحة تاج والعلم نور، قالوها أهالينا زمان. الشغل عايز عجلة تدور، أهلا وسهلا هنا المكان. فن وأدب، علم في كتب، ورياضة تبني جيل لبكرة. أخلاق ودين لكل الكتب، شارك معانا في كل فكرة. مصر كانت البداية، بداية الحضارة، بداية الفكرة، وبداية تنمية الإنسان. والآن وبالتوازي مع العهد الجديد تأتي بداية جديدة تستهدف تنمية المهارات والقدرات للإنسان المصري بمختلف أعماره ومختلف توجهاته واهتماماته. وكما كانت مصر هي بداية لكل شيء، كانت أيضاً بداية الفنون التي حولتها مصر لقوتها الناعمة بالكلمة والنغمة والصورة. غنى المصريون للحزن والفرح، الحب والسلام، وأيضاً للبناء. بالآمل قادرين نغير كل حاجة ونبني مصر خطوة خطوة، الحلم يكبر كل بيت في بلدنا قصر. في البلد دي حاجات لا يمكن في بلد تانية تلاقيها. مصر بلدي اللي قصاد الدنيا دي بتبابيها. أي حاجة مستحيلة تبقى تتنسيش. انت تحلم مصر تعمل كل ده بحق وحقيق. مصر واخدة مسار جديد فيه بتخلى لك طريق. كل ده لابنك وابني للصغير والكبير. كل ايد في بلدنا تبني بكرة جاي وكله خير. أي حاجة مستحيلة تبقى بالنسبة لنا سهلة. كل حلم كبير بيتأمن ما فيه. هنشوف بداية جديدة جاية لبكرة أحلى. بكرة نعمل زي
تنسيش. احنا عايزين جيل جديد يبدل مسؤولية، هو ده الامل الوحيد لينا في الفترة اللي جاية. انتوا راسنا للبلد دي والطموح ملوش نهاية، ليكم الازمة تعدي وكل جيل نقطة بداية. بأيدي متكاتفة حدودنا هي السماء، والبداية من أرض عاصمتنا الجديدة. نوضح للعالم أن من بنى هذه المعجزة في شهور قليلة سيصنع معجزة في بناء ذاته وتنمية نفسه ومحيطه، أهله وإخوته، ببرنامج ينفذه بالفعل. ولذلك نتشرف الآن بدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص التهنئة وجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان. تلك المبادرة التي تعد تجسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتأتي لإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين. وأدعو الشعب المصري بكل فئاته للتأمل في اسم المبادرة والذي لم يأتي بالمصادفة، حيث أن تكلفات السيد الرئيس تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأنه يعيش بداية جديدة في شتى مناحي الحياة. نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات. مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة سفراء التنمية البشرية حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه مختلف المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب. السيدات والسادة الحضور، إن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. ومن ثم أدعو الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها، وأدعو المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية. وختاما أتوجه بالشكر للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية وجميع الجهات المعنية والمشاركة في التحضير والإعداد لإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري. مع أطيب تمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استاذن كل الحضور بالمنصه الوقوف لمشاهده تحرك الاصطفاف بعد اذنكم. سعنا في النهاية إلى أن أشكر حضراتكم جميعا على الحضور. شكر طبعا في البداية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار. شكرا لحضراتكم جميعا.